السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم أيها الإخوة المشاهدون. التجمع الوطني لعلماء ومشايخ ليبيا خطوة ترقبها الكثير ممن عانى ويلات الإقصاء التي تعرضت لها المؤسسات الدينية طيلة 4 عقود. ورغم ما تقوم به دار الإفتاء من واجب الذود عن الشريعة وترشيد الحيارة، إلا أن جمع العلماء من أرجاء الوطن في تجمع يوحد صفهم ويقوي كلمته ويوضح بكل جلاء ما يستجد من نوازل تحيط بالوطن دون انحياز لأحد أو تبعية لمناهج منحرفة أو دول معتدية، يبقى التجمع أمرا تدعو الحاجة إليه. ولعل بيانات التجمع المؤازرة لمن ذاد عن العاصمة وصد العدوان عنها خير مثال وشاهد على أهمية وجود جسم شرعي يحمل هم الوطن. حول التجمع الوطني لعلماء ومشايخ ليبيا الآمال والتطلعات هو موضوع تغطيتنا صحبة ضيوفنا الكرام، فكونوا معنا لكن بعد متابعة هذا التقرير. الحمد لله الذي تقدست عن الأشباه ذاته. في خطوة لقيت الترحيب والمباركة، تم الإعلان عن التجمع الوطني لعلماء ومشايخ ليبيا، وتجسد الحرص على تعزيز المشترك وتجديد الخطاب الديني بما يتوافق مع ثوابت الشريعة، والحرص على مواكبة الأحداث الجارية مع تقديم التوجيه والإرشاد لكل من يحتاج لذلك من مؤسسات الدولة وعامة الشعب. وليتم التأكيد على الدور المنوط بالعلماء والمشايخ، إذ إنهم كما قيل: يا معشر العلماء يا ملح البلد، ما يصلح الملح إذا الملح فسد. وكم عانت البلاد ولقيت من انتشار الفساد وتجذره حين غاب الخطاب الديني وارتقى المنابر من ليس كفؤا لها. لذلك ولاستحقاقات أخرى أعلن عن التجمع الوطني لعلماء ومشايخ ليبيا ليكون منبرا ينافح عن ثوابت ومقاصد الشريعة الغراء، مع متابعة وتوسيع رقعة الخطاب ليشمل الداخل والخارج. فكانت دعوة التجمع ومناشدته لعلماء العالم الإسلامي عموما وعلماء المغرب العربي خصوصا بالوقوف مع إخوانهم في ليبيا ضد العدوان على أهلها، دليلا على بعد الرؤية للقائمين عليها وتأكيدا لمقصد الجسد الواحد، مع حرصهم على عدم المساس بكل ما يتكفل ببقاء الخطاب الديني صيانة للشريعة من أن يعتريها سوء الفهم والقول على الله بغير علم. كما كان للتجمع موقف واضح من إجراءات وزير التعليم القاضية بإلغاء التعليم الديني، وكيف لا والمعاهد الدينية كانت سببا وسبيلا لتلقي العلم الشرعي بطريقة علمية وسطية. التجمع الوطني لعلماء ومشايخ ليبيا مسيرة انطلقت والأماني تصاحبها بالاستمرار والمواكبة لكل المستجدات، وأن تكون بلسما ومعينا لكل ما يرجوه أبناء الوطن من عودة مكانة علماء البلاد بعد حملات التشويه التي لا تزال تبث سمومها لأجل إقصائهم، ليتفرد من لا يريد بالوطن خيرا بالمشهد وإدارة أمور البلاد. فهل سيكون للتجمع الوطني لعلماء ومشايخ ليبيا مكان في الريادة والقيادة؟ مرحبا بكم أيها الأخوة المشاهدون. معي في هذه الحلقة الشيخ محمد منصف القماطي، عضو هيئة علماء ليبيا، معي هنا في الأستوديو، وكذلك الشيخ علي كمبا الأمين المساعد المكلف لتجمع علماء ومشايخ ليبيا عبر استوديوهاتنا بمصراتة، وعبر الهاتف الشيخ مسعود دبلي عضو تجمع الوطني لعلماء ومشايخ ليبيا. فباسمكم جميعا نرحب بضيوفي الكرام، وأبدأ بك الشيخ علي كمبا. الشيخ علي، يعني ما هي أهداف التجمع الوطني لعلماء ومشايخ ليبيا؟ ما أهداف هذا التجمع؟ ما رؤيتكم للإصلاح؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف أنبياء الله أجمعين، سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد الصادق الأمين، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. السادة المستمعون الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بداية أحييك أخي عبد الله، وأحيي ضيفك الشيخ الفاضل فضيلة الأستاذ الدكتور محمد منصف القماطي، ومسي عليكما بالخير وأهلا وسهلا بكما. مرحبا بك. التجمع الوطني لعلماء ومشايخ ليبيا، أنشئ هذا التجمع في وسط ضرورة ملحة للفضاء الديني داخل ليبيا من جمع لصفوف العلماء وتوحيد صفوفهم، وكان تأسيسه يوم 17 من شهر سبتمبر لسنة 2018. عقد ملتقاه الأول في تأسيسه، والملتقى الثاني كان يوم 21/5 موافق 16 رمضان بمدينة مصراتة، وكان الملتقى الثالث بطرابلس يوم 3/7 بما يوافق 29 رمضان. هذا التجمع له أهداف وله رؤية يطلع بها، أما الأهداف التي سألت عنها أخي الشيخ عبد الله هي توحيد خطاب العلماء في المسائل الوطنية بالدرجة الأولى، يعني لعلنا نقول في المسائل الوطنية، أي عند الأزمات، أي عند النوازل التي تحصل كهذه النازلة التي تمر بها ليبيا، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يخلصنا وأن يعجل بخلاص بلادنا منها. في المسائل الوطنية حيث تفترق الطرق، وحيث تكثر الآراء، وحيث تضغط التيارات السياسية على الشأن الديني، ويكون كل خصم باستقطاب طائفة من العلماء، التيار السياسي أو التيار العسكري الذي في الشرق يستقطب كل علمائنا الذين في الشرق، ونحن هنا في الغرب لنا وجهة ولنا رأي، ورأينا بإذن الله سبحانه وتعالى يعني هو الصحيح وهو الصواب بالدليل والحجة. فالتجمع الوطني لعلماء ومشايخ ليبيا يقوم بدور بالتواصل مع كل المشايخ في ليبيا بدون استثناء، ومحاولة جمعهم، ومحاولة توصيف الوضع بعيدا كل البعد عن أي تيار سياسي، وعن أي مطامع شخصية، وعن أي أجندة لأي شخص يقود أي عملية عسكرية كهذه التي تمر ببلادنا من الهجوم على العاصمة وما يعرفه كل الليبيون. التجمع الوطني من أهدافه جمع أو توحيد خطاب العلماء في المسائل الوطنية بالذات. قد يسأل سائل ويقول يعني ما لماذا قلت الوطنية يعني ولم تعبر بالدينية؟ نقول بأن المسائل الدينية بالذات هناك دار الإفتاء لها اختصاص أصيل بهذا. التجمع الوطني يأتي خلفها وليس أمامها. التجمع الوطني يعني هدفه الأسمى والمنوط به هو التفرغ لجمع وتوحيد خطاب العلماء، ثم تقديم الدعم والمساندة من خلال هذا التجمع لدار الإفتاء وتزويدها بالعناصر من المشايخ والعلماء ممن تثبت أهليتهم ومقدرتهم العلمية على أن يكونوا في دار الإفتاء، وتنقية الأجواء أمام دار الإفتاء لتقوم بدورها ولتقوم بما أنيط لها من عمل يخولها به الشرع والقانون. نعم شيخ علي، يعني هذا شيخ علي ربما نعم. هذه مجمل أهداف وأهمها، وهي أن التجمع الوطني لعلماء ومشايخ ليبيا هي مؤسسة مستقلة وتدعو إلى تجميع وتوحيد الخطاب الديني لكافة العلماء في المسائل
الوطنية. دعني أوجه أيضا سؤال للشيخ. هذه نقطة أولى فقط يا شيخ عبد الله من أعلم أعلم الأهداف. نعم شيخنا أعلم أن الأهداف لا زالت لم تستووا فيها، ولكن حتى نوزع الوقت بين بقية الضيوف، معي الشيخ محمد منصف القماطي عضو هيئة علماء ليبيا. أهلا وسهلا بك شيخ محمد. شيخ محمد منصف، يعني ما أهمية وجود مثل هذه المؤسسة التجمع الوطني لعلماء ومشايخ ليبيا لجمع كلمة وتوحيد الخطاب الديني؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في بداية هذا اللقاء أحييكم فضيلة الشيخ عبد الله، وأحيي الأخوة الأفاضل الشيوخ الذين يشاركون معنا في هذا اللقاء المبارك الذي نحاول أن ننبه فيه إلى ثغرة من ثغرات مجتمعنا الليبي، وهو الانفصال والتشتت القائم بين كثير من الجهات المسؤولة في الدولة التي ينبغي أن تكون متضامنة وتكون أعمالها متآزرة. ومن هذه الجهات التي ينبغي أن تكون أعمالها متآزرة العلماء، فأهل العلم والدين والمشايخ وعمار المساجد جميعا، هؤلاء للأسف يعني تقاسمهم جهات مختلفة ونواحي مختلفة وأساليب مختلفة، بحيث يبلغ بالحال ببعضهم أن يعادي بعضه الآخر وكأنه خصم له، والحال أن كل واحد مع الآخر إنما هو أخ له يكمل جهده ويعينه على أداء هذه الرسالة. فرسالة الإسلام رسالة تعليمية، رسالة وعظية، رسالة تثقيفية، رسالة توجيهية لأبناء المجتمع حتى يكونوا واعين بدينهم، أفراد المجتمع يكونوا واعين بدينهم. فهذا الوعي لا يتحقق إلا بتضافر هذه الجهود، لكن للأسف هذه الرقعة الشاسعة من بلادنا والتوزع السكاني فيها والأعمار الغير متجانسة أيضا، الأجيال الكبيرة الأولى والأجيال اللاحقة والاختلاف في التوزيع السكاني والاختلاف أيضا من الناحية القبلية أيضا، كل هذا يعمل على تفتيت جهود هؤلاء العلماء. ففكرة التجمع الوطني لعلماء ومشايخ ليبيا لا شك أنها فكرة رائعة وفكرة توحد هذه الجهود وتجمع هذه الجهود لأداء رسالة ناجحة بشكل سريع. فعملها لا شك أن عمل رائع ومهمتها مهمة دقيقة في هذا الوقت أيضا الذي نعاني فيه من التفرق والتشرذم، حيث للأسف يتدخل فيما بين مواطنين وفيما بين سياسيين وفيما بين مشايخنا جهات أجنبية، للأسف كل يحاول استقطاب جماعة من جهة بحيث يجعلها معادية للجهة الأخرى. والحال أن هذه الفئة من العلماء والمشايخ إنما هم ذو رسالة واحدة وذو دور واحد، كيف يصنعون هذا التوافق فيما بينهم؟ لا شك أن إحداثهم لهذا التوافق ينعكس على المجتمع بالتوحد والتوفيق بين الآراء جميعا والسلامة من التشتت والتمزق الذي يسعى إليه كثير من خصوم بلادنا للأسف. نعم. طيب معي أيضا الشيخ مسعود دبلي عضو التجمع الوطني لعلماء ومشايخ ليبيا. نعم شيخ مسعود، السلام عليكم. نعم الشيخ مسعود دبلي، أهلا وسهلا بك. صلاح مسعود الدبلي. صلاح مسعود الدبلي، أهلا وسهلا بك شيخ صلاح. أهلا وسهلا بكم شيخ صلاح. الإخوة الحاضرين. نعم. نحيي طبعا جميع الإخوان وإخوتنا في هذا الوطن جميعا لنتكلم عن هذا التجمع المهم في تاريخ حياة الشعب الليبي الذي انبثق في سنة 2018 بعد المحك السياسي أو نتيجة للمحك السياسي الذي عاشه هذا الشعب أو هذا أبناء هذا الوطن. نحن
نحييكم جميعا كما بدينا، وأيضا إذاعتكم المسموعة وجميع المستمعين أيضا نحييهم من منبركم الإعلامي، لنقول أن هذا التجمع مهم في حياة الناس، لأنه تجمع من قبل علماء ومشايخ هذا الوطن بعد رحلة ضياع طويلة جدا، وبتدخل التجاذبات السياسية التي أثرت على الخطاب الديني الذي أثر على مسار ثورة 17 فبراير وتركها متعددة الآراء مختلفة التجاذبات. وبالتالي هذا التجمع جاء في وقته المناسب، لأن العلماء دائما كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء، هم الذين يقودون سفينة هذا الوطن إلى بر الأمان. تسمعني أو لا؟ نعم 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 شيخ. لماذا؟ حتى لا نترك فجوة في هذا في تصرفات بعض التوجهات التي لها أفكار غير صحيحة، أفكار غير معتدلة، جنينا منها ما جنيناه في الفترات الأخيرة أو في السنوات الأخيرة من بعد قيام ثورة 17 فبراير. العلماء دائما لهم دورهم المهم على مر مراحل التاريخ. الآن يحضرني في فترة الخلفاء الراشدين سيدنا أبو بكر رضي الله عنه عندما سمع من أحد من عوام الناس أنهم يريدوا أن يستقيل، فصعد سيدنا أبو بكر إلى المنبر وقال كلمته المشهورة: أقيلوني أستقلكم. فنهض الإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه، وهو من علماء الأمة ومن علماء الشورى، وقال له: هيهات هيهات، لا تقال ولا تستقيل. لأن يعرف الذي أراد أن يبتعد أبو بكر عن الخلافة هو من عوام الناس، وعوام الناس دائما لا يستطيعون الوصول بمجتمعاتهم إلى طريق الخير، بل العلماء هم الذين لهم دور مهم في حياتهم السياسية والاجتماعية والاقتصادية. إذن نحن نبارك هذا التجمع الوطني لعلماء ومشايخ ليبيا، ونتمنى له سيرا حتيتا في طريق بناء هذا الوطن. أيضا نحن المكون الإباضي الذين شاركنا أو أتباع المدرسة الإباضية الذين شاركنا في هذا التجمع، نقف ضد كل التيارات التي جاءت مستوردة والتي حاولت أن تسرق منا الخطاب الديني الصحيح الذي يبني هذا الوطن، لأن الخطاب الذي كان موجودا أو المجموعات التي كانت موجودة كلها تسيرها الأجهزة السياسية من منطقة بلاد الخليج باستثناء بعض الدول طبعا مع احترامنا للجميع. وبالتالي هذا التجمع لابد أن يقوم بدور مهم لمساندة أيضا دار الإفتاء. نحن من يريد أن يتساءل عن المكون الإباضي أو أتباع المدرسة الإباضية الذين انضممنا إلى هذا التجمع، من يريد أن يعرف حقيقة الحقيقة الوطنية لأتباع هذا المذهب عليه أن يقرأ التاريخ، وخير مثال على ذلك أيام فترة الجهاد وما قام به الشيخ المجاهد سليمان باشا الباروني والشيخ علي يحيى معمر والدكتور عمر علي دكتور عمر النامي، فهم خير دليل على التوجهات الوطنية لأتباع المدرسة الإباضية التي شاركت. وهذا يا شيخ صلاح هذا تاريخنا جميعا وليس فقط
تاريخ لجميع الليبيين، ويفتخر الليبيون جميعا بهذا الجهاد المبارك وهذه الشخصيات التي شاركت فيه. لكن دعني شيخ صلاح، أرجو أن تبقى معي وحتى لا أطيل على الشيخ بقية المشايخ. الشيخ علي كمبا، ربما يعني حتى لا ذكرت أهم أهداف التجمع، وربما لا يسعنا الوقت للتفصيل حقيقة في كثير من التفاصيل هذا أهداف هذا التجمع، وربما في حلقة سابقة قد تعرضنا لبعضها، لكن حتى نريد من ناحية العملية، هناك هدف أيضا يعني قضية الإصلاح. التجمع هدفه الإصلاح وتقديم المشورة للسياسيين ولكذلك للشأن العام. السؤال الآن، أنتم تقدمتم في بيانكم بطلب لإصلاح هيئة الأوقاف، ما هي رؤيتكم لإصلاح هيئة الأوقاف، وماذا قدمتم في هذا المجال؟ نعم أخي عبد الله، سؤال وجيه جدا، بارك الله فيك. الجانب العملي للتجمع لا يقتصر على عقد الملتقيات أو إصدار البيانات في الأزمات. الجانب العملي للتجمع يعني له منحى آخر، وهو الجانب العملي، وهو شد أزر أبنائنا التوار في الأزمات، والوقوف معهم في الأزمات، وزيارتهم في الساحات القتال والتبات، وحضور المناسبات الدينية كالأعياد وصلاة العيد وما إلى ذلك معهم هناك، وزيارة جرحاهم في المناسبات. هذا الواقع العملي الذي يتمنى كل تائر وكل شاب وكل مقاتل ترك أهله في مناسبة دينية من العادة أن تجتمع فيها العائلات، أن يجد معه مشايخ البلاد وأن يجد معه علماء البلاد، ومن هنا يزداد اقتناعه ويزداد ارتباطه بهذا الوطن. على الجانب الإصلاحي يعني حاول يعني أو قمنا بتقييم الوضع، ونحن لا نتدخل في شؤون الدولة والوزارات يعني بشكل الذي لا يقبل من غيرنا، إلا فيما يخصنا كطائفة المشايخ والعلماء، وهي الجهة المختصة بالشأن الديني التي هي الهيئة العامة للأوقاف. ومن تقييمنا في الملتقى الأول والملتقى الثاني والملتقى الثالث لعمل هذه الهيئة، مع احترامنا الشديد للشخوص، نحن لا ننتقد الشخوص كشخوص، ولكننا ننتقد العمل وننتقد الواجب الوطني الذي يجب أن يقوم به هؤلاء الإخوة المكلفون به بإدارة الهيئة العامة للأوقاف. فبصراحة لمسنا ولمس كل الليبيين التقصير الواضح والنأي بالخطاب الصحيح، ويعني محاولة يعني مص الخطاب أو مص الجانب الحماسي في خطاب الهيئة العامة للأوقاف. فارتأينا من الواجب الوطني وتوجهنا لهم بالنداء مرة والثانية والأخرى، ولا استجابة لكل نداءات العلماء من الإخوة في الأوقاف. فارتأينا أن من المجلس الرئاسي، وتوجهنا إليه بخطاب في بياننا في شهر رمضان بضرورة يعني تنحية أو بضرورة أو بإعادة النظر بالأحرى، يعني بإعادة النظر في الإخوة الذين هم على رأس الهرم في الهيئة العامة للأوقاف، لأن المرحلة لا تتطلب مجاملة ولا تتطلب مهادنة ولا تحتمل مهادنة ولا تحتمل مجاملة. دماء أبنائنا تسيل، أبطالنا يتساقطون، الجبهات يعني مولعة كما يقولون بلغتنا العامية، الأرواح تزهق، لا مكان ولا يعني ولا وقت للمجاملة ولا المداهنة. هذا وطن، وهذه دماء، وهذه قضية وطن. فمن لم يكن على قدر هذه المسؤولية يجب أن يؤتى بغيره لكي يكون. كيف كانت الاستجابة بهذا الدور؟ كيف كانت استجابة المجلس الرئاسي؟ يعني إلى حد الآن مع احترامنا لإخوتنا في المجلس الرئاسي، كانت الاستجابة صفر
ولم يخصصوا لنا حتى وقت بسيط جدا لمقابلتهم لكي نرفع إليهم شخصيا وشفويا هذه المطالبة. وبصراحة وعبر هذا اللقاء وعبر قناتكم الموقرة، المشايخ والعلماء بصراحة مستاءون جدا جدا من نظرة المجلس الرئاسي لهم وعدم اعتبارهم وعدم تخصيص وقت بسيط جدا لمقابلتهم لكي يشرحوا له الوضع ولكي يكيفوا له الوضع ولكي يلقوا بالحكم الشرعي أمامه الذي يوجب عليه وجوبا شرعيا بأن يقوم بإقالة هؤلاء الموجودين الآن على سدة على سدة الرئاسة في الهيئة العامة للأوقاف، والإتيان بآخرين يقومون بدورهم ويساندون الوطن ويقفون مع التوار في هذه المحنة. أرجو من خلال هذه الحلقة ومن خلال شاشتكم الموقرة أن تصل الرسالة إلى رئاسة المجلس الرئاسي وأن يقوموا وأن يمنحوا لنا جزءا من وقتهم، ونحن نرى عبر القنوات كل يوم يستقبلون فيها العديد من الوفود، لماذا لا يسمح لوفد مشايخ والعلماء لمقابلتهم للإدلاء برأيهم ولإناطتهم بالحكم الشرعي الذي يجب أن يقوموا به في هذه النازلة؟ لأن أي تقصير في حق هؤلاء التوار يرتب عليهم جرما، يرتب عليهم أنهم مسؤولون عن هذه الدماء. لماذا أنتم ستسألون يا مسؤولي المجلس الرئاسي عن هذه الدماء؟ لأنكم قصرتم في جانب من جوانب الإعلام، أنا آسف، في جانب من جوانب الإعلام الديني ويعني تهيئة المناخ الديني وتوضيح الحقيقة كاملة والدفاع عن توارنا فيما يناط لهم بأنهم إرهابيين وبأنهم ميليشيا وبأنهم وتشويه سمعتهم في الخارج، مما جعل بعض الدول الأخرى تستقوى وتسمع كلام الطرف المعادي ولا رد له من الطرف من طرفنا. ومن يقوم بهذا الرد هي الهيئة العامة للأوقاف التي من المفترض أنها كانت قد قيمت وحددت يعني رؤية هؤلاء الشباب. لم نسمع أن لهم زيارة لجبهات القتال، لم نسمع أن لهم أي بيان. البيان الوحيد الذي خرج من الهيئة العامة للأوقاف أتى بعد ضغط وأتى يعني بيان يعني ما احترامنا هزيل ضعيف ركيك ويصب في مصلحة الطرف الآخر ونحن وهو يقرأ ويتلى من وسط طرابلس. يعني يا شيخ علي، شيخ علي كم بصراحة شيخ علي كم كيف تفسر عدم التفات مجلس الرئاسي للمشايخ والعلماء للالتقاء وتحديد موعد؟ ربما نحن الآن سمعنا أن هناك في السابق كان هناك موعد ولكن لم يتم الاجتماع. والله يا أخي الفاضل، نحن بصفتنا كعلماء وكمشايخ نحسن الظن بإخوتنا في الرئاسي وبالأستاذ فايز السراج شخصيا، ولا نقول إلا خيرا حتى نسمع رده. ولكن هذا التباطؤ وهذا التأخير وعدم الموافقة في 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 منح الإذن بمقابلة المجلس الرئاسي لعله لا يكون منه، لعله يكون من الطرف الأخوة المسؤولين مدير مكتبة أو بعض السكرتيرية أو غيره. نحن لا نلقي بالتهم هكذا ونحسن الظن ولا نقول إلا خيرا ونحسبه يعني من ضغط العمل وما إلى ذلك، ولكن نود بعد هذه الرسالة وبعد هذا اللوم أنهم هم يهتموا ويلتفتوا إلى مشايخهم ويلتفتوا إلى علمائهم وأنهم يخصصوا لهم جزءا قليلا من وقتهم لكي يوضحوا ويضعوا لهم النقاط على الحروف وحقيقة ما يجري في الهيئة العامة للأوقاف والدور الذي مفروض أن تلعبه الهيئة الأوقاف والذي هو غائب الآن بكل معنى غائب الآن، وكيف ستستقيم الأمور إن عادت الأمور إلى مجاريها وأصلح الأمر في هيئة العامة للأوقاف. نعم، وضحت الفكرة. أعود إليك سيد الشيخ منصف. الشيخ منصف، ربما أيضا التجمع الوطني لمشايخ علماء ومشايخ ليبيا أيضا الآن حاضر في كثير من الأزمات في وكذا كما ذكر الشيخ علي كمبا، حتى الجبهات لكم زيارات،
لو أخذنا الموقف الأخير الآن، ربما صدور بيان حول استنكاره لهذه الجريمة البشعة التي وهي قصف مركز إيواء المهاجرين، يعني كيف تعلق مثل هذه المواقف وهذه البيانات تصدر عن التجمع الوطني؟ لا شك أن الكارثة الأخيرة التي وقعت هذه كارثة في منتهى العدوان، لا مبرر لها أصلا، وفي نفس الوقت على أناس ضعاف، أناس غرباء، أناس يعني قطعت بهم السبل، أناس يريدون الحياة، وإذا بهم يفاجئون بالموت، وبالموت بالصورة البشعة الكريهة مع سبق الإصرار والترصد يعني، وبطيران عدواني يبيدهم تحت حطام الخرسانة المسلحة. فهذا عمل منكر لا يقبله مسلم أصلا حتى لجهة أجنبية. وها نحن للأسف نرى هذه الكوارث تقع في مجتمعنا الليبي، ها هنا وها هنا، ولا أحد يحرك ساكنا من المجتمعات الدولية الأخرى، الشعوب والهيئة الدولية، المنظمة الدولية وغيرها، تغض الطرف وكأنها لم ترى ولم تسمع شيئا، وقد تدعو إلى التحقيق، والتحقيق خلاصته ماذا؟ هو إطالة الأمد بحيث ينسى الموضوع أصلا. فإذا لم يتكلم العلماء في هذا الموقف من يتكلم؟ العلماء يشعرون بمسؤولية شرعية أنهم ينبغي أن ينصروا الضعيف، وأنهم ينبغي أن يقول الحق، وأن هذا المعتدي الظالم لم يكتفي بزهق دماء الليبيين، جار إليهم دماء أيضا الغرباء الذين يحاولون أن يمر بهذه البلاد إلى أن ييسر الله لهم أمر معيشة في بلاد أخرى. فهذا الموقف موقف أصيل، وموقف ديني، وموقف شرعي لا يمكن يتخلف عنه. ولكن للأسف يعني في إبان الحرب وفي شد أوقاتها أزمة، للأسف كنا نسمع بعض الخطباء يدعون على المنابر لهذا الظالم الغشوم، وكنا يعني نسمع من يعني يدعو له في الصلاة ويهون من أمر هؤلاء الأبطال الذين يموتون ويتساقطون طوال هذه الأشهر الثلاثة ويعلم الله متى تنتهي، يهونون من أمرهم، سبحان الله. فهؤلاء الذين ثبت عليهم ذلك ينبغي أن يحالوا على التحقيق الذي ثبت عليهم مثل هذا. هذه وظيفة هيئة الأوقاف كما ذكر الشيخ علي كمبا، كيف أن تقصير هذه الهيئة وهي خارج ربما إطار الدولة، هي ربما يعني لا تقوم بواجبها، فضلا أنها أيضا يعني يتبعها كثير من خطباء هم يدعون إلى حفتر ويؤيدون حفتر وهذا العدوان الغاشم على طرابلس بكل صراحة. يعني للأسف الهيئة العامة للأوقاف قامت قبل هذا بما هو أفظع من ذلك. كانت للهيئة العامة للأوقاف في إحدى إداراتها، إدارة البحوث و البحوث العلمية، كانت لها مجلة دورية من الدوريات المحترمة، أصدرت نحو 10 أعداد، وأظهرت أقلاما مبدعة في وسطنا العلمي، في من أساتذة الجامعات الليبية، جامعة طرابلس، الجامعة الأسمرية، كل جامعات ليبية من شرق البلاد إلى غربها، وقدم بحوثا، منهم من انتقل جوار ربه، ومنهم من لا يزال على قيد الحياة طوال هذه المدة التي صدرت فيها البحوث العشرة. يعني لو سمحت لي أستعرض بعض أسمائهم على وجه السرعة، أو أذكر بعضا منهم على سبيل المثال، مثلا الدكتور محمد مسعود أحمد، الدكتور مصطفى الجهاني، الدكتور علي الزوبي، الدكتور عبد الله النقراط، الدكتور بشير خليل، الدكتور مختار العالم، الدكتور بشير غرياني، الدكتور صالح محسن، وقس يعني جماعة من خيرة رواد البحث العلمي. هؤلاء طمست المجلة التي كانت ميدانا لهم للكتابة والتعبير عن الفكر الشرعي والعلم الشرعي من خلالها، وأوقفت عن الصدور، وحتى إلكترونيا منعت من أن يتم تداولها الآن. فهذا ماذا يعني؟ معنى هو شيخ منصف، الحقيقة لنكون واضحين أن هيئة الأوقاف هي يمسكها يترأسها التيار، هو نفس التيار الذي في المنطقة الشرقية يدعم حفتر بالقوة السلاح، وفي نفس الوقت يحرق كتب العلماء وخاصة مشايخ وعلماء ليبيا، فهو تيار معادي للمشايخ وعلماء ليبيا. دعني وجه سؤال أيضا للشيخ صلاح. شيخ صلاح دبلي، ربما أطلت عليك يا شيخ صلاح، لكن شيخ صلاح
يعني بخصوص أن هذا الموقف الموحد للتجمع الوطني لعلماء ومشايخ ليبيا، وهذه المؤسسة تضم كثير من الروابط العلمية والهيئات من داخل ليبيا، ذكرتم في بيانكم الأول أنكم تسعون لتشكيل لجنة للتواصل مع الهيئات والمنظمات العربية والإسلامية، وهذا أيضا نشاط مهم يحتاج إلى التواصل مع بقية علماء والمشايخ خاصة في المغرب الإسلامي، كيف تعلق على هذا؟ أولا بالنسبة للموضوع الخطاب الديني المحلي المتعلق بمساجدنا والتي تشرف عليه الهيئة العامة للأوقاف، هذا هو الحل، هو هذا الجانب الذي يجب أن يوضع له حلا سريعا. نعم. يعني مساجدنا كل يوم نراها في وادي ونحن في وادي آخر، حتى على مستوى المشاكل المحلية التي كان يعاني منها أبناء هذا الوطن لا تكترث بذلك، في حين أن في بعض الحالات نجد الخطاب الديني من المساجد تم الاتفاق عليه أو بأمر من الأوقاف فيما يتعلق مثلا بزكاة الفطر اللي هي لتكون دليل أن هيمنة العام للأوقاف بهذا الشكل ولها أهداف وطنية وبعيدة عن آمال هذا للشعب، هنا يجب الاهتمام بهذا الجانب ومخاطبة الجهات الأمنية حتى نبني بيتنا من الداخل. نعم. هذا جانب، يعني الآن على الأقل المساجد المفروض تبدأ في التنديد بهذه الكوارث التي تحت، على الأقل الكوارث اللي تقوم بها طيارات حفتر وهذا الدمار اللي نشوفه كل يوم، على الأقل على المستوى المساجد يتم يعني التنديد به والاستنكار، لكن لا تحرك ساكنا، يحكوا على كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وهكذا الأمور، ونحن في أشد الحاجة إلى دعمنا على الأقل حتى من الحد على المصالحة وحق دماء المسلمين في هذا الدين من خلال الإسلامي. طبعا لابد جانب مهم، ونحن نحاول طبعا واتفقنا مع إدارة التجمع على أن نبدأ في التواصل بعلماء الغرب الإسلامي أو الدول الإسلامية في تونس وفي الجزائر وفي المغرب لتوجيه موقف موحد ضد ما يحدث في ليبيا، وخاصة فيما يتعلق بالوقوف ضد التيارات التي تأتي مستوردة، التيارات السياسية التي أوصلت شعوبنا وأوطاننا إلى ما نحن فيه. لابد من التواصل الحثيث والعمل على جمع كلمة الأمة في الغرب الإسلامي بشتى الطرق، وهذا التجمع هو المسؤول بالدرجة الأولى، لكن كما قلت لابد من تصفية أوضاعنا الداخلية وتثبيتها على ما يريده أبناء هذا الوطن. أيضا السراج ودولة السراج أيضا مهمة في هذا الجانب، بالرغم أن نحن نضع لها بعض الاعتبارات بسبب الظروف القاسية المحيطة التي كانت محيطة بإدارة السراج أو حكومة السراج، لكن الآن حان جد الجد، أولادنا يموتوا في الجبهات، الطيران يقصف ليلا ونهار مآسي كثيرة، ونحن لا نرى أوضاعنا اللي هي تواكب مستوى ما يحدث في هذا البلد من دمار وقتل وتشريد. نحن لا نريد هذه الحرب، نريد المسار السياسي، نريد أن نصل إلى المسارات السياسية المدنية، لكن الآن بدعوى وجود ميليشيات وبدعوى كذا نصل إلى هذا الحد من الدمار والنزوح الذي نراه، وبالتالي تواصل مع علماء الغرب الإسلامي
جانب مهم لتوضيح فكرة التجمع وتوضيح ما يحدث لمدينة طرابلس وحول مدينة طرابلس، وهذا دور التجمع طبعا مهم في هذا الجانب، ونرجو أن يتحقق ملتقى لعلماء بلاد الغرب الإسلامي. وإحنا الآن طبعا أشرنا إلى ذلك في التجمع الأخير أو في اللقاء الأخير، إلى لابد من التواصل مع علماء المسلمين في بلاد الغرب الإسلامي لوضع خطة أو وضع ملتقى تناقش فيه هذه الأوضاع، بالإضافة إلى التطرف الديني الذي تعاني منه أكثر بلاد الغرب الإسلامي. نعم، وهذه ربما أيضا وجه سؤال عنها للشيخ علي كمبا. الشيخ علي كمبا، ربما أيضا هذا من أهداف التجمع وهو محاربة ومكافحة التطرف الديني، ولكن نعلم جميعا أن قضية الإرهاب ربما استغلت أيضا من ناحية السياسية، وفضلا عن أن التيارات المنحرفة قد تسللت إلى ليبيا في غياب التعليم الديني أيضا. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. من ضمن الأهداف التي أو التوصيات التي وصى بها المجتمعون في الملتقى الأخير ليلة 29 من رمضان الماضي، اللي هو التواصل مع علماء الغرب الإسلامي لتوسيع دائرة هذا التجمع. التجمع بدأ من الداخل الليبي، وبعد أن وصل إلى خطوات محمودة يعني نالت رضا الجميع، فكرنا أو تمت التوصية بتوسيع الدائرة والاتصال بعلماء المغرب الإسلامي من كل من تونس والجزائر وليبيا وموريتانيا، ودعوة الهيئات والتجمعات والجهات المهتمة بالشأن الديني في هذه الدول الإسلامية وهيئات الأوقاف والوزارات المختصة في الدول الإسلامية في المغرب العربي، ودعوتها إلى عقد ملتقى مغاربي ديني لمناقشة أمور الدين والأمور الدينية، ولمناقشة المذهب المالكي الوسطي المعتدل، لمحاربة التيارات المتشددة، ولقطع التيار ولقطع الطريق أمام هذا الغلو وهذا التطرف، ولتنقية الأجواء في ليبيا وفي كل دول المغرب العربي من هذا التشتت وهذا الغلو وهذه الفتاوى التي تأتينا مستوردة بهدف تشتيت شملنا وشق صفنا حتى في صف صلاتنا، وأيضا لتوضيح وللاتفاق وتحديد تعريف معين للإرهاب، هذا المصطلح الذي يستعمله الطرف الآخر اللي هو المدعو حفتر كفزاعة لهجومه على طرابلس، ويقول بأنه يحارب الإرهاب ويحارب الميليشيات الإرهابية. ما هو الإرهاب الذي تحاربه؟ هل هناك بعد هذه الأفعال التي تقومون بها إرهاب، هل هناك إرهاب عربي أو إرهاب إسلامي أكثر من الإرهاب الذي تمارسونه أنتم؟ يعني مركز لإيواء الهجرة غير الشرعية يقصف ويموت فيه أناس غرباء عزل، يعني خرجوا من بلادهم ومشوا آلاف الكيلومترات على الأقدام وركبوا الجمال وركبوا كل وسائل المواصلات لكي يصلوا، وبعد أن تم يعني استقبالهم من الجهة المخولة في الحكومة، والحكومة بصراحة تشكر في هذا، فقد أعدت لهم المراكز الهجرة المختصة وقاموا بعلاجهم وقاموا بإيوائهم بالطريقة التي يمليها علينا شرعنا وديننا، وقاموا بتعليمهم، ودخل الكثير منهم الإسلام، وعقدت لهم مراكز لتحفيظ القرآن، وأجريت لهم المسابقات فيما بينهم لتحفيزهم، وهم الآن في إطار إجراءات ترحيلهم إلى بلدانهم، فإذا بطائرات هذا المجرم المدعو حفتر تقصفهم وتقتلهم جملة، يعني عشرات القتلى بل ممكن تجاوز حتى 100 قتيل. هل هناك بعد هذا
الإرهاب إرهاب، وهل هناك بعد هذا الإجرام إجرام؟ أين تذهبون من حقوق هذه من هذه الحقوق وحقوق هذه الدماء؟ أما سمعتم قول الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يطوف على الكعبة ويبكي ويقول ما أعظمك وما أعظم حرمتك، والذي نفس محمد بيده، يعني لدم المسلم عند الله أعظم من حرمتك، وهو يتكلم على الكعبة الشريفة. أما هؤلاء أبرياء، وما هؤلاء الكثير منهم مسلمون دخلوا الإسلام، يعني أين يعني إن الغريب له حق لغربته على المقيمين في الأوطان والسكن. هؤلاء الأغراب الفقراء المحتجين الذين يعني رمت بهم صروف الدهر بيننا، يبحثون عن لقمة العيش فإذا بهم لقمة سائغة لهذا الإرهاب. وبعد كل هذا يخرج لنا هذا يخرج ربما لنا ناطقه العسكري ويقول بأن قواته تحارب الإرهاب. نعم، وهذا ربما استغلال السياسي المنحرف لمثل هذا المصطلح وهو الإرهاب باسم الدين أيضا. لكن الشيخ منصف، ربما العلماء والمشايخ هم أنصح الناس للأمة عموما ولسياسيين أيضا، لكن قضية محاربة مكافحة التطرف هي من صلب وظيفة العلماء الأمة. وأنتم نصحتم وكررتم النصيحة في قضية عدم إلغاء التعليم الديني، ولكنها لا مستجيب. كيف يعني تبين هنا خطورة غياب التعليم الديني أو التقليل من شأنه في زيادة تمدد التطرف باسم الدين؟ هو الواقع أن الحملة على الإسلام حملة متجهة إلى محاربة الوسطية بشكل عام. نعم. فحتى ادعاء أن الحملة على الإرهاب إنما هي سوريا فقط، لكن الإرهابيون الحقيقيون من أمثال حفتر على الساحة يدعمون وتقوى شوكتهم، ويسمح هو لأعوانه أن يخترقوا ليبيا من شرقها إلى غربها، ويلتحمون ببعض أسود الغرب الطرابلسي في ملحمة معروفة هي في موقعة سرت. وفي كل العالم يعني ما نراه من حملات في الإعلام على أساس أن هناك إرهاب في منطقة معينة، إنما هو وراءه مخابرات دولية تدعو إلى تحريكه، وفي مقابل ذلك الحملة الشعواء تشن على الوسطيين وعلى من يريدون إنقاذ الأمة بدينها وتعليمها وتوعيتها وتثقيفها، أو من جهة أخرى لخدمة طائفة ثالثة وهي التي تدعي السمع والطاعة لولي الأمر مهما كانت صفته ومهما كان سلوكه ومهما كان عمله. عندما ترضى عليه السعودية. نعم، فهذه الجهات الثلاثة وهذه النواحي الثلاث، يعني الجهة التي تمثل الاتجاه الأعمى في إطاعة ولي الأمر، والاتجاه الآخر الذي يمثل التطرف والعداوة لأبناء الوطن للناس حقيقة ليس لولي الأمر، بادعاء أنهم كفار ويحتاجون إلى أن يتوبوا إلى الله وإلى تقطع رؤوسهم. هؤلاء هم الذين يتجه لهم الاعتناء بهم ودعمهم. أما الطائفة الوسطى وهي الجهة الوسطى التي تدعو إلى الوسطية وتدعو إلى تثقيف الناس وتعليمهم تعليم عصري قائم على إدراك الحقائق العلمية في الدين وفي الاقتصاد وفي السياسة وفي كل شيء، بحيث يتخرج طالب العلم واعيا بدينه وبسياسته وباقتصاده بحيث يعالج كل القضايا. إذا أنت ترى أن إلغاء قرار وزير التعليم عبد الجليل بإلغاء التعليم الديني هو يصب في هذه الخانة، خانة محاربة الوسطية، ويدعم أيضا التطرف بدون أن يشعر يعني. بصورة يعني مقصودة أو غير مقصودة، مباشرة أو غير مباشرة، لا شك في ذلك. نشكرك الشيخ محمد منصف القماطي عضو هيئة علماء ليبيا، نشكرك شكرا جزيلا. أيضا نشكرك الشيخ علي كمبل أمين المساعد للمكلف لتجمع علماء ومشايخ ليبيا، كما نشكرك أيضا الشيخ صلاح مسعود دبلي عضو تجمع الوطني لعلماء ومشايخ ليبيا. نشكركم جميعا مشايخنا على هذه المشاركة الطيبة، كما نشكركم أيها الأخوة المشاهدون على طيب متابعتكم، وإلى لقاء آخر استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.